شهد الأردن العديد من حلقات مسلسل جرائم القتل البشعة التي هزت الشارع الأردني، وكانت الحلقة الأخيرة منه جريمة اغتصاب وقتل راح ضحيتها طفل سوري وجدت جثته الجمعة بمنزل مهجور في عمان على يد أحد أرباب السوابق. مواطنون طالبوا بإعادة تفعيل وتنفيذ عقوبة الإعدام بحق المدانين حتى يكونوا عبرة لمن لا يعتبر، وتنظيف المجتمع من هذه الشوائب التي تهدد بنيانه. فورا الإعدام فورا، يعني وبالسرعة الممكنة أصلا لازم تكون، حتى يكون يعني يرتدع غيره من هاي الأمور. كثرة الجرائم عندنا، ويعني لا أخلاقي لا إنساني لا ديني، يعني فيش دين بيقبل هذا الإشي. مثال عليها؟ نعم جريمة، نعم مثال عليها، نعم نعم، يعني هذا لازم يكون عقابه فورا حتى يكون عبرة لغيره. مع تزايد الجرائم البشعة اللي بتحصل في مجتمعنا ومستجدة على مجتمعنا، يجب أن يتم تنفيذ الإعدام وتنفيذ الإعدام بلا رحمة، لأنه مثل الطفل السوري يتم نحره نحرا، جريمة بشعة جدا. يجب تنفيذ حكم الإعدام في المحكوم إعدام وعدم تأجيله لفداحة الجريمة المرتكبة وغيرها وأكثر منها، واللي حرقت أبنائها وحرقت بنت خالتها. يجب تنفيذ عقوبة حكم الإعدام حال صدورها دون رحمة. تنفيذ الأحكام بشكل عام، مش بس جريمة عقوبة الإعدام، كلياتها بتحد من الجريمة. تراخي تطبيق العقوبات، تراخي تنفيذ الأحكام والعقوبات، طبعا هذا كله له دور في زيادة الجريمة. طبعا ضروري نفعل الحكم بالإعدام، هو أصلا موجود الحكم بالإعدام، ولكن تفعيل ما فيه، يعني تصدر أحكام بإعدام فلان وعلان من مرتكبي جرائم، وهي من الأحكام التي تميز، إلا أنه التنفيذ فعليا غير موجود لسبب أو لآخر. إن عند النظر للجريمة اللي اقترفها الشخص مبارح في حق الطفل، اغتصبه وبعد ما اغتصبه تم الاعتداء عليه لحين قتله. الشخص إمام مسجد وطالب، كان طالب تعليم. يعني أكيد لازم هذا الأمر يتفعل لدور القضاء، لأن هذا الأمر يؤدي للردع الأشخاص الآخرين، وهذا يؤدي كمان عندك الأسباب اللي حكى فيها الأستاذ، كثرة دخول الناس اللاجئين المغتربين اللي بالبلد، العادات تختلف التقاليد تختلف، بلدنا بلد معطاء وجلالة سيدنا الله يطول بعمره ماد بهالبلد، وبلد مضياف من يوم يوم عرفنا شو. وتفعيل هذه الدور وهذه الأمة مع جميع الطوائف المجتمعات الإسلامية. برأيك يعني هل هناك ظروف اقتصادية اجتماعية دينية؟ أكيد هاي الظروف تؤثر لها دور كبير على أثر الجريمة، على ارتكاب الجريمة، مواد السرقة، الجريمة، القتل، بجميع أنواع الجريمة. لازم عقوبة الإعدام تتفعل في حتى ديننا الإسلامي، القاتل يقتل. حتى ديننا الإسلامي حظ إنه القاتل يقتل. شو رأيك بهذه الجريمة اللي قبل؟ طبعا هذا هزت الشارع الأردني كله. كيف طفل يروح يغتصبوا ويقتلوا، حتى سمعت انه مستشيخ، يعني طبعا مش لا يمت للدين صله، مستحيل انه مسلم هذا الحكي، لانه الدين بحافظ على اعراضنا، على ديننا، على اخلاقنا، كله هذا الدين اخلاق، انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. بالنسبه لمقتل الطفل السوري، يعني جريمة بشعة، ولكن أنا بحط كل المسؤولية على وزارة الأوقاف، لأنه إنسان مستشيخ مثل هذا كيف يعني بوصل لمركز تحفيظ القرآن وإحنا بنرسل أبنائنا لهذا المركز؟ يعني إذا بدك تقطع رخصة أنت يجدر بك مثل القانون اللي فعله جلالة سيدنا الملك حسين رحمة الله عليه وطيب الله ثراه. هو يقال أنه من أصحاب السوابق وليس من. نعم يا أخي الكريم، ولكن المسجد اللي احتضنه وأدخله إلى مركز دار تحفيظ القرآن بدون ما يكون حامل شهادة شريعة، بدون ما يكون عنده شهادة حسن سلوك من الدوائر الأمنية، أنت لما تودي ابنك لمركز تحفيظ القرآن معناته أنت مطمن. هذا مستشيخ ومدعي الدين، ونطالب بإعدامه ونطالب بالتشديد على يعني تنفيذ العقوبات، ونطالب كمان أنه تكون دور مراكز تحفيظ القرآن تحت الوصاية الكاملة والرقابة المشددة. لو كانوا الناس يعلموا حقيقة جمال الدين وما في الدين من روعة وأخلاق، لكان
حال الأمة كله بشكل عام بكون أفضل من هيك. وبقول في كتاب الله: ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. شوف هذا إذا كان خطأ، ولكن إذا كان عامدا متعمدا فغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم والعياذة بالله. القتل بحد ذاته أرفتري جريمة يجب عليها أن يعاقب القانون بالمثل. قتلت تقتل تحت أي سبب، تحت أي ظرف، تحت أي شيء، لا ليس لك حق أن تقتل نفس تحت أي سبب. السبب الثاني، هذه وزارة الأوقاف، وزارة الأوقاف يجب أن تمحص وتفحص إحنا ما بدنا تأخذ كل واحد له واسطة، ولأنه طالع شيخ على في جامع، في ناس لي ناس مداهن هانا وهانا. إذا كانت وزارة الأوقاف تعنى بالدين وبالإسلام بالذات، عليها أن تدقق وتجيب ناس على مستوى عالي من الخلق قبل أن يعني ليش إحنا بدك تأخذ رخصة سواقة بتروح على المعلومات الجنائية وبتأخذ عدم محاكمة أيوة. فكيف وزارة الأوقاف اللي بتوجه العالم إلى إيش؟ الشرع والدين، المفروض يكون عندهم إشي واضح وصريح. وجزاك الله كل خير.